أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. مالك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغ رسوله الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة أن موديها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. وأمنا من عذاب القبر. ومن سؤال المنكر والنكير. ومن أكل الديدان. وبيد وجوهنا يوم البعث. وأتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا. ويسر حسابنا. وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط. وأسكننا في وسط الجنان. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوريت والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن
القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وادخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل صمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالهاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالزاء زكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد دياء، وبالطاء طهارا، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاها، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلا، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ الثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان وجورة السلطان والجيران، يا ربنا ولا فحات النيران، وكل مودل عن الطاعات، يا ربنا فاقض لنا الحاجات، وشر كل حاسد وحاسدا، وكيد كل كيد وكائدا، ومفسد بدين والقراء، يا ربنا وموجب الشقاوة، وسبت بالله وبالكتاب وبنبي المصطفى الوابي، أدعو ببسم الله والمساني، وآية الكرسي ذي المعاني، وسورة الإخلاص ذي تمجيد، وفاز من مات مع التوحيد، ومن دعا بذي على اليقين، يجب بما رمى من المتين، مجيب يا مجيب يا مجيب، فقال
tafal du'a wa jalim qaribu nasaluka taslima bil qada'i wa sabra warida ladal bala'i bi mustafa shafi kull khalqi sabit ilahi mantiqi bil haqi azuka salatullahi wa taslimi ala allazi bushira bi taslimi wa alihi wa sahbihi al-gharai wa tabi'ina summa al-awliyai ya rabbana ya malik al-kawnaini qina ilahi sharafi daraini amatana allahu ala din nabi wa hubbi shaykhina limami taibi amina amina sajib du'ana ولا تخيب سيدي رجانا أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلا لمن أمنه مولانا أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلا لمن أمنه مولانا أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلا لمن أمنه مولانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الحمد لله شكرا أمين رب العالمين